السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الشعب السوري العظيم، يكاد نظام الأسد لا يترك جريمة ضد الإنسانية إلا ويرتكبها ضد الشعب السوري، مثبتا نفسه أنه نظام مستبد ظالم لا يمكن التعايش معه ولا بد من التحرك لإنهائه، فهو عار على جبين الإنسانية والبشرية جمعاء. أعلنت الأمم المتحدة 30 من آب أغسطس هو اليوم العالمي ضد جريمة الاختفاء القسري، وقد تم اعتباره جريمة ضد الإنسانية، فهي لا تسقط بالتقادم، ويتم تسليم المتهمين بها بما بين الدول وغير ذلك من الأحكام القانونية الخاصة بالجرائم ضد الإنسانية. وقد أشار ملف أعدته هيئة العدالة الانتقالية في الحكومة السورية المؤقتة إلى أن تقدير عدد من تنطبق عليهم حالة الاختفاء القسري يزيدون على 50,000 مواطن سوري حسب الهيئة، والعدد في تزايد يومي. ونحن ندرك تماما أن أثر هذه الجريمة لا يقع فقط على من أخفوا قسريا، ولكن يقع أيضا على ذويهم وأحبتهم، ويؤثر ذلك عليهم سلبا من الناحية الاجتماعية والنفسية. ومخطئ من يظن أن نظام الأسد حديث على هذه الجريمة تحديدا، بل وعلى مدى 30 عاما قبل اندلاع الثورة قدرت الأمم المتحدة وجود ما يقرب من 17,000 حالة من الاختفاء القسري قام بها نظام الأسد في سوريا، ولم يتم التبليغ إلا عن 2,400 حالة فقط، وذلك نتيجة الخوف الذي زرعه النظام في قلوب الناس، والذي لم يعد له مكان حينما قام الشعب السوري في وجه هذا الطغيان. ونعلم تماما أن هذه الجريمة لم تتوقف عند النظام، بل مارستها أيضا تنظيمات متطرفة أساءت للثورة وللشعب السوري، وكان النظام هو العامل الأساسي في نشوئها وتقويتها، ثم دعا أنه يحاربها. وبقي أن نسأل المجتمع الدولي، هل ما زال بإمكانكم التعايش مع نظام لم يوفر جريمة إلا وارتكبها ضد الشعب السوري، ويعتبر نفسه حاكما لهم وممثلا عنهم؟ هل بإمكانكم التشارك والتعاون مع هذا النظام المجرم؟ وكيف تطالبون المجتمع السوري أن يكون متوازنا وأن يعيش بشكل طبيعي، وأنتم تبقون على نظام مجرم يمارس كل أنواع السادية والجرائم على هذا المجتمع، والتي تعتبر كلها ضد الإنسانية؟ أيها السادة، مهما كان جوابكم، فالشعب السوري قد اتخذ موقفه الواضح من هذا النظام وقال له ارحل شكلا ومضمونا، وعلى المجتمع الدولي أن يأخذ خطوات واضحة وجدية للتعامل مع الإرهاب بكافة أشكاله، ابتداء من إرهاب الأسد والذي هو الإرهاب الأكبر، وانتهاء بإرهاب المجموعات المتطرفة والذي هو الإرهاب الأصغر، الذي واجهه الثوار ودافعوا عن الشعب السوري في وجهه كما واجهوا من قبله إرهاب نظام الأسد. أيها الشعب السوري الأبي، لا أملك الآن إلا أن أتمنى الخلاص للسوريين جميعا، وهذا الخلاص بحاجة إلى مجهود السوريين الشرفاء الوطنيين جميعا، وأن أرجو للسوريين الصبر والأمل، وأن أعمل مع الزملاء في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، ومع جميع الثوار السوريين بأقصى ما استطعنا من جهد ومن بذل. فهذه التضحيات العظيمة التي قدمها وما يزال يقدمها شعب عظيم تستحق أن نصل
إلى المطالب التي نسعى أن نحققها: الرحمة لشهدائنا، والشفاء العاجل لجرحانا، والحرية لمعتقلينا وأسرانا، والنصر قريب بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.